أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في لقاء جديد من برنامج فتاوى مباشرة، وبرفقتنا شيخنا الجليل الشيخ محمد أحمد حسن. مرحبا بك الشيخ. بارك الله فيك، أهلا وسهلا، ومرحب بالمشاهدين. بنرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وتعلمون أن هذا هو اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، ونحاول أن نجدد أيضا النوايا الطيبة والمعاملات الحسنة مع كل من نلتقي بهم خلال هذا الشهر العظيم، وتكون هذه يعني بوابة لفتح الخيرات إن شاء الله. بالأمس الشيخ محمد أحمد حسن تحدثنا مع مشاهدينا وركزنا بالحديث في شرح الآيات الكريمة، آيات الصوم. اليوم نستصحي معنا أيضا الأحاديث النبوية الشريفة التي تعظم هذا الشهر الكريم. نعم. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الحديث الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف. نعم. الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربي، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. رواه مسلم. هذا الحديث النص الأول حديث نبوي، النص الثاني حديث قدسي. الحديث النبوي قوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها. المقصود بابن آدم هنا ابن آدم المؤمن، لابن آدم المؤمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقضاء والقدر إيمانا راسخا خالي من أدنى شك. بعد كده أي عمل صالح يعمل بنية خالصة لله، ربنا يديه الحد الأدنى الحسنة بعشر حسنات، وقد تزيد لبعض الناس تبقى 100 200 300 وأكثر، والله يضاعف لمن يشاء. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أهل قاعدة دي في جميع الأعمال الصالحة ما عدا الصيام. أهل الصيام جاء الحديث القدسي يحدد لنا قاعدة الصيام. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يبقى الصوم خرج من قاعدة الحسن بعشر أمثالها، تنطبق عليه قاعدة شنو؟ علم عند الله. ولذلك العلماء قالوا: لا يعلم مقدار ثواب الصيام، ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا الله. إلا الصوم فإنه لي، وربنا أضاف الصوم لنفسه إضافة تشريف وتكريم للصائمين، وأضاف الصوم لنفسه قالوا: لأن الصوم عبادة خالصة لله ما بيدخلها الرياء. ممكن العبادات التانية يدخلها الرياء، لكن الصوم سر بين العبد وربه، لأن الزول الداري صوم للناس رياء، يأكل يقول للناس أنا صايم خلاص صدقوا انتهى الموضوع. لكن الزول ده ما دام صايم حقيقة يكون صايم لله. ولذلك لا يعلم مقدار ثواب الصيام إلا الله. نعم. شيخنا، نأخذ أول مكالمة. ألو، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا صلاح عبد الرحمن من السعودية. معك صلاح عبد الرحمن من السعودية. تفضل يا صلاح. الله يحييك. تفضل. لو سمحت، آخر علي 13 يوم من الشهر اللي فات، كنت تعبان ولا مسافر من السعودية في إجازة. من رمضان الفات؟ رمضان الفات. وما ذكرتني إلا قبل. نعم. قبل رمضان هذا بأسبوع ما يمديني زبون، وأنا الحين داقم من السعودية وما عارف القضاء كيف ولا الكفار. نعم نعم. شكرا أخ صلاح. أي، يبقى على الأخ صلاح إن عليك لأنك نسيت، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ما دام نسيتها اللي فاضل لرمضان أسبوع وتذكرتها، يبقى أسع تصوم رمضان، لأنه ربنا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أسع تصوم رمضان الحالي. بعد العيد بثلاثة أربع يوم تنجم من تعب الصيام، تجيب لك كراس تكتب فوق وتقول: أنا علي كذا أيام من صيام رمضان للسنة الفاتت تقضي، وما عليك طعام ولا عليك كفارة، بس تقضي بس، لأنه سبب التأخير شنو؟ لأنك نسيت. هاي. نعم، يعني زي صلاح ده، السيتوت في ناس بيصوموا السيتوت ويكون عليهم أصلا فرض.
أيضا طبعا الذل أول شيء يقضي الفرض العليا زي أخواتنا النساء فترة 6 يوم في شهر رمضان بسبب الدورة الشهرية، بعدين يقدر تصوم السوتوت والقضاء بنية واحدة. لا، تصوم الفرض أولا تكفل الشرمة بتاعة رمضان اللي اتفتحت دي، بعد ذاك تصوم السوتوت، وإذا الوقت ضايق ممكن تصوم السوتوت أولا بعد ذاك القضاء، لأن العلماء قالوا من فطر في رمضان بعذر الفرض يكون على التراخي على شرط تصومه قبل ما يدخل عليك رمضان الجاي. نعم. اللي إذا كان الزور نسى زي أخونا ما عليه وشي. نعم، نأخذ صديق من رفاعة. مرحبا صديق. ألو الو صديق معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. الو مرحب. الو مرحب، اهلا يا صديق. تفضل. معك صديق من رفاعه. نعم. الو مرحب. الو صديق، سامعينك سامعينك. قول. بنزل بزال من السؤال بتاع يعني في الناس اللي بتتكلم بالليل في الخدمه بتاع تريبه ومبادر. نعم. يتونسوا يعني. وطبعا الخدمات بالليل مجانا. السؤال يعني الزول يكون صايم ويكون نايم اليوم كله ويكون وازن المنبه لأوقات الصلاة. كويس. الخدمة شي بتكون بالاتصالات بالليل مجانا والناس بيقضوا وقت طويل جدا في الكلام. هو يقصد كذا يعني. نعم نعم. طبعا إذا كان الكلام ده كلام فيه فائدة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى إذا كان الكلام ده طبعا مجان، لأنه ريبة عملت الكلام ده مجان، نحن ما علينا شيء، لكن وين في الكلام نحن نتكلم عن زوننا ده بالتلفون. إذا كلام فيه فائدة ما في مانع، لكن كلام ونسي وكلام قطيعة فوق الناس وكلام كده ما له معنى يبقى ما كويس، لأنه هنا ده الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى لذلك العلماء قالوا قبل ما تتكلم فكر في كلامك ده، إذا فيه خير منفع دنيوية أخروية تكلم، ما فيه أسكت. وبعد كثرة الكلام بتجر للوقوع في الحرام. نعم. ناخذ ايضا معنا علي احمد. مرحب. الو. عليكم السلام. الو. مرحبا بك، اتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا تمام. انا ملاحظ انه كثير من المشاهدين الان بيستمعوا عن طريق التلفزيون. يا ريت الواحد لما يتحدث معنا يقفل التلفزيون او يوطي الصوت شويه عشان نقدر نستفيد من معك. اي قول قول بس عليك يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام. الو. هاي يا علي، معاك نحن الهوى. يعني بسأل الطراش رمضان يفطر؟ كويس، شكرا جزيلا. علي، الطراش في رمضان نوعين، نوع زول تقل في السحور وبعدين بطنه الضايق الضايق دخل اصبعه في خشمه وطرش. يبقى ده صيامه بطل، يمصمص خشمه ويواصل يمسك له حرمة الشهر لا ياكل لا يشرب. ده يجي بعد العيد يقضي ليوم لأنه صيامه بطل لأنه تعمد الطراش. الزول الثاني لا تقل في السحور فعلا بعدين بطنه جالت لكن ما دخل أصبعه في حلقه ولا تعمد الطراش لكن بطنه جالت قام طرش. يبقى ده يمصمص خشمه ويتفن مرتين ثلاثة يطرد باقي الموية دخلت في خشمه حقة المضمضة ويواصل صيامه، صيامه صحيح لا عليه قضاء ولا عليه إعادة كما ورد في الحديث الصحيح. نعم. نشوف أيضا نصر الدين من السعودية. مرحبا نصر الدين. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. الشيخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ محمد الإنسان لو عليه النذر. نذر. أيوة عليه النذر إنه يصوم مثلا 3 يوم. نعم. 3 يوم دي ولا لازم يصوم كلها كاملة؟ أيوة. نعم. كويس. في الحال ما حسب النذر بتاعه، لو نذر قال اللهم لو حققت لي الشيء الفلاني انا اصوم 3 يوم وسكت عليك دي. نعم. ما حدد مجتمعاته ومفرقاته بالخيار. لكن لو حدد قال اصوم 3 يوم ورا بعض يبقى يصوم مع بعض. اي ما حدد يبقى هو بالخيار. نعم. بس عليه يصوم 3 يوم. نعم. لو تحدثنا شيخنا عن النية، انت تحدثت كبير في البداية عن النية انه الاعمال بالنيات وشهر رمضان النية اللي هو بتكون كل ليلة الواحد ينوي. أيوة. انه يصوم يوم بكرة. كويس. بعض العلماء قالوا نية واحدة، طبعا النية ركن من اركان الصيام، الصيام عنده ركنين اساسيين النية. نعم. والامساك من المفترض. نعم. والنية في اول يوم
يعني لا بد منها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يجمع صيام قبل الفجر فلا صيام له. أول ما قالوا ثبت شرعا بكرة أول يوم في رمضان الزول ينوي النية، اللهم إني نويت أصوم شهر رمضان كله إيمانا واحتسابا، اللهم يسره لي وفقني، نويت صيام غد، يدعم النية بالفعل بالقول، والنية محلها القلب. بعض العلماء قالوا النية دي تكفيك شهر رمضان كله إلا إذا فطرت بعذر وجيت تستأنف النية، أما تكفيك الشهر كله. بعض العلماء قالوا نجدده كل ليلة، والنية محلها القلب. أنت مشيت السحر دينية، السحرت ورقدت جيت ما دارت السحر، جيت تشرب موي بنية السحور برضو نية، وهكذا. نعم، معنا أيضا الزبير علي. مرحبا الزبير. رمضان كريم، كيف حالكم؟ الله أكرم. والله أنا نزعل طبعا الوالدة، الأطفال طبعا في رمضان ده بدور الصمر شوية كده، وتدخل بناتنا مساغكة، واللوم بتكون مرضى الزايمة، بتكون شوية كده حبة تعب كده، بتلفظ لها كلمات إنه كلام يعني مثلا بيدعي الأطفال، وبتقول لهم المفروض الواحد بشكل زي ده يكون شوية كده إنه يتلقى حرمة هذا الشهر، صح ولا؟ أي صحيح. أنا دور نحن توجيه على الموضوع ده إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا جزيلا جابر. الحقيقة عن جابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقون من الله ساعة فيستجاب لكم، رواه مسلم. يبقى هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ما ندعي رقبتنا ولا ندعي أولادنا ولا ندعي إيمان. ليه؟ لأنه قد تكون في ساعة استجابة الدعوة وربنا يستجيب. نصيحة لإخواتنا الأمهات، ما تدعين أطفالك، يعني ما حتى أنت لما تدعي طفلك معناته حيطلع يدعي زيك، لا، أنت بقدر الإمكان يتحكم في أعصابك، وإذا فلتت منك دعيتيه استغفر طوالي، يبقى في الحالة دي محيط المعصية دي، ولكن بقدر الإمكان، لأنه هنا ده الطفل الصغير ده بيتأثر بكلام أمه وكلام أبوه، أي يبقى دعها بيدعي يقلد أمي في الدعاء، عشان كده بقدر الإمكان ما ندعي، وإذا فلتت مننا باب التوبة مفتوح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم. طيب معنا أيضا علي من السعودية. مرحب علي. مرحبا. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحبا. رمضان كريم. الله أكرم. الحمد لله بخير. مرحبا بك، تفضل. أنا بسأل بالنسبة ل يعني الفطرة، هل ممكن يدفعها من هنا إلى السودان هنا؟ الفطر. تذكر فيها فطرة زكاة الفطرة ولا الفدية؟ تقصد ياتو يا أخي؟ الفرق بيناتهم شنو يا شيخنا بالمناسبة؟ في الفدية اللي بيطلع الزول ما بيقدر يصوم، وفي زكاة الفطر اللي طلع للصغار والكبار، ما عارف هو يقصد ياتو. على كل حال ما دام الخط قطع نحن نجاوب على السؤال. طبعا الفدية والفدية لزكاة الفطرة العلماء قالوا تصرف في نفس الأيام اللي قضيت فيها آخر رمضان. زول سافر من السودان هنا ماشي يقضي يعمل عمرة في المملكة العربية السعودية في الأراضي المقدسة، يطلع زكاة الفطرة هناك، جاء من هناك يقضي العيد مع أولاده هنا، صام يومين بس وجاء العيد يطلعها هنا، ده تطلعها في اللي آخر أيام صمت فيها رمضان، دي زكاة الفطرة، ما نقول اللي بلد تاني إلا لأمر ضروري جدا. أما الفدية بتاعت إنه كبير السن اللي أفتنا فيه وأمس، اللي عنده سكر واللي عنده كلى وكبير السن ما بيقدر يصوم، ده يطلع الفدية، الفدية اللي هي إطعام مسكين قصاد كل يوم من رمضان. رمضان طلع 29 يوم نطعم 29 مسكين، طلع 30 نطعم 30 مسكين. أما زكاة ودي نطعم 30 مسكين بالضبط، ما ننقصه. أما إذا كانت الفطر حقت العشرة ناس ممكن تدانا فرواح. نعم، معنا أيضا شاهيناز. مرحبا شاهيناز. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ مرحبا. عندي سؤالين. مرحبا، تفضلي. السؤال الأول بسأل أنا أستاذة. نعم. هل عقاب الطلاب فيه حاجة في رمضان؟ نعم، عقاب الطلاب. السؤال الثاني، أنا بتحنن وزوجي ما داير الحنة، رايدين شنو؟ وبلبس شرابات. نعم، كويس. شكرا شاهيناس. طبعا هن يعني تضرب الاطفال التلاميذ لو غلطوا. طبعا انت مؤدبه، يعني استاذه بتادبي بتربي. لو طفل عمل غلط تدق لكن بالدق غير مبرح.
يعني بدك تادي افتحوا ايدك يا ولد تل بالبسطونه تدي في دوحك ثاني تتاخر او عك ثاني تشاكل او عك كده افتح ايدك ثاني تل تدي ضربه تأدب بغرض التأديب، لكن الضرب بالشلوت وبالكف وبالبنية ده الممنوع أو بآلة قوية بحديد في كل الأوقات يعني ما شرط في رمضان كل حتى الهناء الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا في التأديب نتجنب الوش لأنه الوش ده ربنا كرمه دار تأذب دول ما تضربه في وشه في إيده أفتح إيدك يا ولد لكن ما تدي كف في وشه لأن الوش مكرم تدي إيدك ضربة التأديب وإيده تاني تدي ضربة تاني ما بيعمل كده يبقى جائز عليك في رمضان يجوز لك تضرب التلاميذ للتأديب بغرض التأديب وعندك ثواب في الضرب ده وفي التأديب ده لأنه نيتك التأديب عندها جزء تاني من السؤال قالت لي تتحنن وزوجها رافض المسألة دي هي طبعا حاجة غريبة الزوج طبعا دائما زوجته يحب انها تتحنن تسمح ليه وما دايرة تتحنن ليه ما عارف على كل حال ما دام قال لك ما تتحنني خلاص خليها طيب انه طاعة الزوج في المباحات جائز لكن نرجو الزوج انه يقول له يا اخي ما تخليها تسمح ليك وهي قالت انها بتلبس شرابات معناته الحنة بتاعتها دي ما بتطلع بها في الشارع تطلع في الشارع لبس شرابات ما يمنعها كان يعني لكن الموضوع ده طبعا حاجة خاصة بينك وبين زوجك تفهمي معنا نعم ان شاء الله معنا ايضا اخذنا فدوة مرحبا فدوة السلام عليكم عليكم السلام مرحبا الله اكرم بالسكر طبعا في الناس السكري عندي والدي عندي سكري ومصير انه يصوم نعم وجيت تعب امبارح شديد تعب من اليوم الاول نعم وبرضه مصير انه يصوم سامح هسه اذا ابوك ده سامعنا سامعنا خلاص انا بكلم نعم نقول لي أخونا يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ربنا اداك رخصة يا أخي وكل العلماء والدكاتر بيقول الزول اللي عنده سكر من النوع التقيل وبيتعب ويفطر أنت ما تضر نفسك يا أخي وبعدين كنت لو أصريت على الصيام وحصل لك ضرر من إصرارك على الصيام يا ربنا حيحاسبك ليه لأنك رفضت تأخذ الرخصة بتاعك هدية ربنا اداك يا تاباه مالك يبقى نصيحة لك يا أخي من الليلة دي أفطر وخلي ولادك يطلعوا لك الفدية أولادك قالوا ما عندهم عفى الله عنك الإمام مالك قال زول ما عنده عفى الله عنه لا على الصيام لا على إطعام إذا بتقدر تطعم يطعموا ليك ما بتقدر عفى الله عنه أنت ساعد كنت شاب قوي مفتل العضلات مش كنت كل سنة بتصوم رمضان خلاص نعم أسع ربنا يديك نفس الثواب كأنك صمت والكلام ده أنا ما جايبه من عندي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري يبقى أي زول كان سعد شاب قوي رجل امرأة كان بيصوم رمضان كل سنة وجاء المرض منع من الصيام سكري كلى كبر السن يوقف الصيام ربنا يدي كل سنة ثواب الصيام بنص الحديث في صحيح البخاري قريت لكم ده أكرر نصيحتي لأخوي أي أفطر وخلي ولادك يطعموا ليك ما تصير على الصيام وانت عندك سكري وبنت قالت انك مش كنت تعبت معنا ايضا هيثم مرحبا هيثم الو 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 مرحبا عليكم السلام السلام عليكم مرحبا عليكم السلام الله يعافيك بس هذا المولانا انا عندي زوجتي في الشهر السابع نعم فهي في الشهر السابع بعدين على حبوب كده بتبلع دائما بعد الفطور فيتامينات نعم. بعد الغداء نعم فبس المولانا تكون في فدية ولا طعام مسكين ولا اي طبعا هنا الدكتور طبعا ما افتانا اي كويس طبعا رأي جمهور العلماء على أن الحامل والمرضع خافت على جناها خافت على نفسها تفطر طوالي تأكل وتشرب بعدك بعد ما تلد بالسلام وترضع جناها وجناها خلاص أخذ كفايته من اللبن عمره بقى 10 شهور بقى يأكل الرغيف وما محتاج للبن اللبن بقى كماليات ساكت يبقى تجيب لها كراس تكتي فيه بسم الله الرحمن الرحيم علي صيام شهر كامل من رمضان السنة اللي فاتت ما صمت كنت حامل الجو بارد تصوم 3 يوم في الأسبوع وتكتب الجو سخن تصوم 2 يوم وتكتب الجو سخن حار شديد تصوم 1 وتكتب لغاية ما تجمع طلعت الجملة 30 يوم خلاص سدد الدين عليها بعض العلماء قالوا
مع الصيام تطعم، وبعضهم قالوا تصوم بس ممكن تأخذ بأي رأي. كلهم قالوا تصوم، لكن الصيام مع الإطعام في خلاف بين العلماء. فريق منهم قالوا تصوم وتطعم، فريق منهم قالوا تصوم بس تقضي بس. يبقى زوجتك دخل لا تفطر بعد ما تلد بالسلام، بعد ذاك تقضي عليه إيه مهلتها. نعم. طيب شيخنا، نحن في بعض الأسئلة اللي بنطرحها، مثلا زي الناس بيعمل في أعمال شاقة، مثلا رجال المطافي بيحاولوا ينقذوا بعض الناس، ناس يشتغلوا في الحفريات. أيوة. وجو في السودان طبعا جو ساخن جدا. أيوة. المسألة دي برضو بتحتاج لتفسير أكثر. أي فعلا العلماء قالوا زول الشغال الأشغال الشاقة زي الفران، اللحام، زي ناس المطافي زي ما ذكرت، أي أعمال شاقة والصيام يشق عليهم مشقة شديدة جدا. وبعدين شنو نقول له؟ العلماء قال ياخذ اجازه في رمضان يصوم رمضان. قال اخوان انا معاشي باليوميه وعندي ولادات، لو توقفت من الشغل ولاداتي ما في شيء مصاريف اليوم. يبقى خلاص نقول له اشتغل وافطر، لكن عاد الصيام وراك وراك. لما يجي الشتاء والجو بارد والنهار قصير قضي في الشتاء، وحتى ولما قدرت تقضي يوميا قضي بالأقساط زي ذول اللي وصفنا له. تجيب لك الراس تقول أنا السنة اللي فاتت ما صمت لأنه كنت فران وحمل فرن حار علي فطرته. خلاص تقضي في الشتاء الجو بارد، الناس بيجي يدخلوا الفرن يندفوا في الشتاء. صوم وأكتب لغاية ما سدينا العلي. نعم. ما عليه ولا معنا منال. منال ألو مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب إن شاء الله. أيوة عندي سؤال يا مولانا. تفضلي. عندي قضى بتاع سنتين ويعني نسبة الظروفية يعني الصحية ما قدرت أقضيه، فعايز أعرف يعني مولانا يعني سمع كده السبب الخلاك ما صمت مرض يعني ولا سنة الفاز سنة يعني قبل بنسبة الظروفية الصحية بس ما قدرت يعني يعني ما ما سبب ولادي ونفاسي، ما سبب ولادي ورضاعي. نعم يعني ما كنت لا مرضع ولا عشان داري نفصل بين أيوة بس كان في مرض عادي يعني ونسبة الظروف الصحية دي بس خلاص فهمنا الموضوع. نعم نعم خلاص جزاك الله خير. منال طبعا نحن سألنا سؤال دليل لأن دارين نفرز بين اللي بتفطر بسبب الحمل والرضاعي وبسبب المرض. يبقى نقول له أختنا انت فطرتي سنتين بسبب كنت مريضة، هسا اذا كان ربنا شفاك من مرضك داك وتقدري تصومي يبقى صومي رمضان الحالي ده. بعدين بعد العيد تجيبي لك الراس تقول ان علي دين صيام سنتين ما صمت لانه كنت مريض مرض مؤقت والحمد لله هسا ربنا شفاني، تقوم تقضي بالأقساط زي ما ذكرنا في الأسبوع تصوم ثلاثة يوم يومين لغاية ما سدينا عليها، لا عليها إطعام ولا عليها شيء بس تقضي وبس. ده في حالة إن بقت نصيحي كت. لكن إذا كان يقول لي أختنا ما زلت تعاني من المرض ذكرت داك وما بتقدر تصوم وهسع ماك صايم لأنه ما زلت مريضة، يبقى تنتقلي للإطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تطعمي عن السنتين الفاتوا 60 مسكين قفلت خانة رمضانين وتطعم عنده وربنا سبحانه وتعالى يقبل منك ما دام كنت زمان ساعة نصيحي كنت بتصومي والمرض هسه منعك ربنا يديك نفس الثواب بتاع الصيام إن شاء الله. معنا خالد مرحب خالد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. مرحب تفضل. ماذا الشيخ يعني من عندنا أخوانا كبار كذا أخوانا كبار نعم ما بي ما 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 يجونا هنا في رمضان أنا مش لهم رأي الشيخ شو يعني زيارة في رمضان متقاطعين يعني هلا هلا ما بيقاطعين كده طيب الخط قطع بعدين داني يعني عندنا خلنا كده كان في مشكلة حصل أيوة كويس نعم طيب نقول لي أخونا الحقيقة قالوا أخوان متقاطعين هم كده طبعا أخواننا قطيعة الرحم حرام ومن الذنوب الكبائر وربنا أمرنا بصلة الرحم قال تعالى وآتي ذا القربى حقه وفي الآية الثانية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذا القربى والرسول حذرنا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري ومسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم هي أخوانا الحق نفسكم قاطع الرحم ده لو مات ومقاطع الأرحام ما حيدخل الجنة مع الفوج الأول لابد يدخل جهنم بيأخذ جزاء فيها بعد ذاك يطلع بالتوحيد رمضان ذاته شهر الرحمة وشهر رمضان رحمة النصيحة لأخونا السائل أنت قلت أخوانك زعلاني من زعلاني مع بعض
ما تمشي طوالي، اختل لك ثلاثة تنفار من أخوالك عمامك الناس الكنائيين، تعالوا أخواننا في سوء تفاهم بيننا بين خاننا وبيننا بين أخواننا، ونحن في شهر كريم مبارك دايرينكم تبذلوا مجهود تصالحونا مع بعض، ونحن مستعدين مستعد أمشي معاكم حتى ولهم غلطانين علينا، مستعد عفو منا ونعفو من الدنيا صيام، وما عارفين نفسنا نموت بيتي ما دايرين نموت، احنا مقاطعين الأرحام يا خالي يا عمي، تعالوا بقوا والله واسطة خير، العمام دي لازم يتحركوا. والزول بيقوم بالصلح بين الناس ده ما منزلته عالية وسوابه عظيم. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبقى إخواننا نرجو أنكم تبذلوا أخوالك عمامك ديل يتحركوا ويجوا صالحكم مع بعض. نعم إن شاء الله. طيب مولانا في الشهر رمضان دائما تكثر الأسفار، والآن الحركة بقت سهلة والطرق مريحة. المسألة بتاعت الإفطار دي في ناس بيفطروا مثلا حتى لو ماشيين عن طريق الزلات أو عن طريق الطيارة، ما صح ذلك يعني. وطبعا العلماء قالوا دي رخصة ربنا ادانا إياها هدية إنك نفطر في السفر، والعلماء قالوا لما يرخص للمسافر مسافة قصر الصلاة اللي هي 88 كيلو يفطر في رمضان، لكن قالوا الصيام في السفر أفضل من الإفطار، وقصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام. بعدين كنا ده على شرط إنه كل العلماء قالوا أنت ما تشرح في السفر إلا بعد ما تأكل، ما تفطر إلا بعد ما تشرح في السفر فعلا. وفي ناس كثير قاعد يخطوا إخواننا، يعني مثلا زول مسافر باكر مثلا صباح ساعة 7 صباحا والشمس تشر قبل 7، يقوم يصحي للسحور يقول ما يسحر، مالك ما بتسحر إنما على السفر تذكرتي في جيبي. ويصحى ويشرب الشاي ويشيل شنيطه والشمس فوق حتى نمشي الترحيلات المينا البري، وده غلط جدا إخوان. لا، يبقى أنت تعمدت الإفطار وأنت مقيم. لا، الطريقة الصحيحة تذكرتك في جيبك صحوك للسحور السحر، نويت صيام غد إيمانا واحتسابا تصبح صايم، لبست ملابسك تصبح صايم، شلت شنطتك الماشي اللي بيض أي ركبته وانت صايم، والركاب ركبه وانت صايم، أول ما السواق ركب وتدور العربية يا ولد أقفل الباب طوال، انت في الحتة دي أصبحت مسافر يجوز لك تفطر. لكن معاك إذا المذاهب الأربعة قال اليوم ده شرحت فيه السفر بعد طلوع الفجر اليوم ده تتمه، وبعدك تاني يوم كان مواصل السفر تفطر. مشاهدينا لكن بالرغم كدي الأربعة قالوا لو فطرت عليه قضاء يوم واحد بس. إن شاء الله سنعود بعد الفاصل في فتاوى. نعود من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى، ومعنا شيخنا الجليل الشيخ محمد أحمد حسن. الشيخ محمد أحمد، المسائل كثيرة جدا في فقه الصوم، والناس أيضا في ناس عندهم أعذار بيفطروا، أحيانا الإفطار بيكون بسبب شرعي، وربما تكون في بعض الأحيان إذا كان مرأة أو إذا كان رجل مسافر أو صبي بلغ الحلم وغيره من الأعذار، ربما يكون ينتفي هذا العذر. يعني كيف ممكن أزول يواصل الصيام ولا يمكن يمسك؟ فعلا كل ذكرته لي زول جاي من سفر كان فاطر، جاي يقول من بورسودان فاطر، وصل الساعة العصر ساعة 4 هنا ده، وكذلك برضو الطفل بلغ في نهار رمضان، الحائط طهرت في نهار رمضان، هذه كلهم اختلف العلماء، فريق منهم قالوا يمسكوا لحرمة الشهر، فريق منهم قالوا ما يمسكوا، يبقى في خلاف بين العلماء في الكم مسافر وصل بالنهار، في الحائط طهرت بالنهار، في الطفل صغير بلغ بالنهار، هذا هل يمسك لحرمة الشهر أو ما يمسك؟ اختلف العلماء، فريق منهم قالوا يمسك، فريق منهم قالوا ما يمسك يأكله. ممكن تأخذ إذا اختلف أهل الحل والعقد تأخذ بأيهما من الرأي. معنا أخت فيحاء. مرحبا فيحاء. ألو فضلت الشيخ، كيف؟ مرحبا بك. بس على الشيخ، يعني عندي أخوي ده وخالاتي مشاكلين كلهم الأهل مع بعضهم. مشاكلين مع بعض يعني.
أيضا رمى صالحا أيوة. وما دار الصالح كلهم يعني طبعا احنا زي ما قلنا مده شويه انه صله الرحم دي فريضه زي الصلاه. ربنا تبارك وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى. ربنا قرن بر الوالدين وصله الارحام بعبادته لبيان حق الوالدين والارحام العظيم. وفي صحيح البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع رحم. وفي حديث ثاني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. وجل وعيد الشديد في القرآن خذوا لكم من الآية دي قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. يبقى شو الوعيد الشديد ده في قطع الرحم. والبقطع الرحم معناته حيصاب باللعنة والطرد من رحمة الله. يبقى نصيحة لأختنا كلمي خوالك عوامك أعمامك الناس الخيرين يجي صالحكم مع بعض يبذل مجهود يصالحوا يشوفوا الغلطان منه ويصالحون مع بعض. تلقى حطام دنيا فاني يشاكلوا فوق الناس والزول يموت يخلي اللي شاكل فوقه ده. وبعدين قطيعه الرحم تدخل نار جهنم. هنا قال لا يدخل الجنه قاطع رحم. في الدار الاخره في محلين فتشنا الزول ده ما لقينا في الجنه نلقى وين؟ في نار جهنم. اي يبقى معناته قاطع الرحم ما دام ما حيدخل الجنه مع الفوق الاول معناته حيدخل النار حرارته قدر نار الدنيا 70 مره. نعم. أكرر نصيحتي لإخواتنا قطيعة الرحم دي أبعد منها. مهما أهلك دي القلطانين عليك كعبين أمش واصل أدي فريضة الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. نعم. معنا هاتف من السعودية صديق مرحبا. ألو صديق مرحبا. ألو اهلا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخي. ترى كلم الشيخ. نعم تفضل. اسمع اي قول. الريق لو بريحه الريق يبقى يكون بفطر ولا شيء؟ سامع بلع الريق يا شيخ. اي بلع الريق. اي كل اي سامع نرد عليك. خد بالك ما اسمع كلامنا. نعم الريق لو اي ما فهمنا سؤالك. نعم عيب عليك استمع بعد ده. نعم بل عريق كل العلماء قالوا بل عريق ما بيبطل الصيام حتى ولو يجمع مل الخشم تبلعه. وبعديك الريق ده ما حكمة ربنا زي زيت المكنة بالنسبة للعربي بيلين الحنجر يخلي زول ينضم. أي زول يبلعه ما في. لكن سما تيجي تتوضى تمضمض المضمضة وتمرق الماء بتاعت المضمض ما تبلع ريقك طوال لأنه كما لخبت بموية المضمضة تتفن مرتين ثلاثة بعدك الريق اللي يجيك تبلعه. لكن العلماء قالوا لو انت عندك نزله وقحيت قحن قلب بلغم الكبير ده تفن ما تبلعه. لو غلبك رجع ما بيبطل الصيام. نعم. طيب في هذا المضمون ذاته يا شيخنا في ناس بيبلعوا اشياء ما مغذيه مثلا زول بلع له زراره. أيوة. او ما شابه ذلك. اي دي ما فيها ما مغذيه دي ما لها اثر في الصيام. نعم. لكن لو بلع له حبه رز حبه قمح. نعم. دي ما مغذيه. نعم. تبطل الصيام. لو بلع حتى بالخطا. بالخطأ لا في الخطأ هنا طبعا اختلف العلماء فمن أفطر بالخطأ. فريق منهم قالوا يقضي فريق منهم قالوا ما يقضي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفعوا أمتي الخطأ والنسيان. أما الناس كل العلماء على إنه ما عليه قضاء. لكن البلع له حباية رز حباية قمح طبعا دي مغذية. لا عليه قضاء مثلا عليه قضاء ما أفطر. معنا أمال مرحبا. أمال ألو. ألو مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة مرحب. الله. نكلم شيخنا. تفضل يا أمل. يا شيخنا. أهلا وسهلا. عندنا جارتنا كده الراجل قال عندنا جارتنا كده والراجل قال لي ما تصل بيتها يعني إلا بمناسبة. ما تمشي وين؟ ما تصل لجارتها إلا بمناسبة. أيوة أي. الراجل مانع. كويس. طبعا الجار منع زوجته ما تمشي الجيران. وطبعا الجيران دي الرسول عليه الصلاة والسلام وصاني بالجار. قال عليه أفضل الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
وبعدين كده وزي عندنا في المثل السوداني يقول لك جارك القريب ولا ود امك البعيد. وانت يا اخي لما تمنع زوجتك دي من الدخول على الجيران انت ما قاعد معاه في البيت, انت في شغل. فرضنا جاءت حصل لها حاجه حريقه في البيت, نط عليها حرام وكوركت يلحقها من غير الجيران. اذا كان انت امرت تقاطع الجيران حيتكورك والجيران ولا يجيبوا خبر. اي لا, زول ما بيستغنى عن جيرانه اصلا. يبقى ننصح اخونا ما تحرم زوجتك من زيارة جيرانها بالتي هي أحسن, وبس كمان إذا هنا ما تكتر الزيارة طوالي يعني باللي في المناسبات. العلاقة لابد علاقة الجيرات مع بعض إن تكون علاقة ودية وسمحة. وذات الحرامية لما يشوفوا الجيران مع بعض متماسكين متعاونين ما يفكر يجي ينط على حيطتي زوج. نعم. معنا محمد أحمد, مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ مرحبا, تفضل. الحقيقة زي الشيخنا عندي زوجة دي أولوكنا والله فتحت الثلاجة وشربت الموية وبعد ما شربت تذكرت فهل عليها شيء وتقضي كيف؟ نعم شربت ناسية. أي ناس. طبعا هنا الحديث واضح, الرسول جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يبقى حديث واضح. وفي حديث ثاني من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. يبقى ما عليها لا قضاء ولا كفارة, رزق ما ربنا ساق لها. نعم. معنا ثاني إبراهيم من السعودية. مرحبا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير أستاذ محمد نور. مرحبا بك. مساء الخير عليكم على الشيخ وكل سنة طيبين. طيب إن شاء الله. الله يعني جميعا إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. الله يبارك. والله بس أنا بسأل يعني أنا بصوم الاثنين والخميس دائما. في واحد من الله كان بغالي سنين قلت لك أما يوم الاثنين كان رمضان أنا برضو بصوم. قال لي حرام عليك يعني معانا هنا سعودي في المسجد. فوزر الشيخ الموضوع ده. أيوة. وبعدين سؤال تاني, عندنا أخونا مبارح كان كذا مسكناه عشان يفطر معانا فرفض واللزاء كان قريب. فعندنا أخو قام اداه التمر يعني في البيت فهو نسى وما مكل من التمر ده لكن لفظه يعني قبل ما يصد لفظه قال لك برضو عليه وشني يعني جزاك الله خير. كويس. طبعا انت تصوم الاثنين والخميس. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصوم الاثنين والخميس, اجر عظيم. والاعمال الصالحه كما ورد في الحديث ترفع يوم الاثنين يوم الخميس, ابواب الجنه تفتح يوم الاثنين والخميس, اجر عظيم ان شاء الله. بعدك انت زعلت من ذول ده قلت له كان حتى طلع الاثنين ما رمضان بصومه. يعني إذا طلع رمضان الثلاثة أنت بتصوم الاثنين يعني مثلا معنا كلام. هي طبعا الحتة دي فيها خطأ شوية الدائرة منك شوية استغفار. لأنه ممنوع نحن نقرن صيام التطوع بصيام رمضان. لو كنت بتصوم كان تقول يعني كنا متوقعين الصيام يكون الأحد, أنت الجمعة والسبت ما تصوم عشان ما تقرن صيام التطوع برمضان. كلامك ما فيه شيء بس استغفار بسيط لأنك كنت مصير تقر رمضان بصيام تطوع ده ممنوع. لكن صيامك الاثنين والخميس أجرك عظيم واصل فيه بعد رمضان إن شاء الله. نعم. طيب معنا أيضا عمر. مرحب عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. حيكم حي شيخنا الكريم محمد أحمد خشن. بارك الله فيك. حقيقة بزارة مولانا بالنسبة للفترة الزمنية للسحور كم دقيقة تقريبا يعني قبل الأذان؟ هو انت تتغيد تحرص كل الحرص انك تلقى لك امساكية بتاع شهر رمضان. الامساكية دي اذا انت في العاصمة هنا ولاية الخرطوم توريك الشمس تدخل الساعة كم والدقيقة كم والفجر يطلع الساعة كم. بالامساكية دي اذا ما سمحت الاذان تتغيد بالامساكية وساعتك تكون مضبوطة خلاص تكفيك. طبعا هنا ده الفجر قول مثلا بيطلع نفرض انه قال الفجر بيطلع الساعة 25 دقيقة مثلا. الفجر يطلع 25 دقيقة, المؤذن 25 دقيقة كك أو 20 دقيقة كك. إذا كان الفجر يطلع 20 دقيقة يأذن طوالي. أنت في الحالة دي إذا كان الفجر في النتيجة بيطلع الساعة 25 دقيقة أنت بقى 5:15 توقف لك. يكون في 5 دقائق احتياطي, قد تكون ساعتك متأخرة, قد يكون الأذان يتأخر عاد كده, بس انت بين 5 دقائق وسنان في غنون الحركة يقول لك ما تلصق عربيتك في العربية التالية, خلي فارقة 5 أمتار عشان لو قرص فرملة انت تعمل حسابك مش كده. نعم. كذلك في الصيام ما تقرون تلصق ضلوع الفجر مع اللكل, اعمل لك فرقة شوية تعد 5 دقائق. نعم.
طيب شيخنا يعني في رمضان ده قبل تحدثت عن مسألة الغيبة والنميمة ودي بتكتر كثير جدا في نهار رمضان. أيوة. هل بتفسد الصوم ولا أصلا مكروهة؟ هي مش مكروه، هي حرام. نعم. وحرمتها في رمضان شدة. والغيبة والنميمة من ذنوب الكبائر. وبعدك ما بتبطل الصيام. يعني فرضنا وحدات نجالة ونسوان قاعد يتكلم وقطعوا فوق زوج، هي حرام شرعا لكن لا تفسد، لا تبطل الصيام لكن تنقص الأجر. ما هي النداء معناته الزول لما يصوم صايم الركنين الإمساك بالنية يبقى أدى الفرض، لكن لو مسك نفسه من المحرمات الثواب يزيد، يزيد زي الرسم البيان يزيد، وإذا كتل المعاصي الثواب يقل يقل يقل، كل ما ازداد في الطاعات في رمضان الثواب يزيد، كلما نقص الطاعات وارتكب المحرمات الثواب يقل. لكن أصل الصيام اللي هو الركنين، النية من والإمساك من طلوع الفجر لقد غروب الشمس ديل أدى الركنين، أدى الصيام الصحيح من ناحية فقهية. لكن احنا ما دايرين بس ناخذ نأدي الفرض بس، دايرين ناخذ الامتياز العظيم في الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث انه اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفس ولا يصخب، فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. يعني زي يقول الزول شكلك وانت صائم يكون حذر، قول اني صائم معناته يا زول انا ملتزم باداب الصيام واحكام الصيام، ما منزل لمستوى الهرج اهرج معاك وادعيك زي ما بتدعين وتنبزك ما تنبزني، انا ملتزم باداب الصيام وبس. بالنسبة للنية الطيبة، يعني يذكر الغزالي أنه الصوم على ثلاثة أنواع. أيوة. يعني صوم العوام. أيوة. صوم الخصوص. أيوة. صوم خصوص الخصوص. أيوة صحيح. يعني ياريت لو وقفنا في هذه المسألة حتى أنه نجعل من هذا الصوم غيمة. أيوة صحيح. كبيرة. أي الإمام الغزالي طبعا من عنده كتاب اسمه أحياء علوم الدين، يعني قسم الصيام لثلاثة أنواع، قال صوم صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص. صوم العوام اللي هو زول يصوم من الأكل والشراب الركنين، يصوم من الأكل والشراب لكن لسان ويدين شغلت في المعاصي، ده صوم العوام. يعني دركته أقل. النوع الثاني صوم الخواص، الخواص صوم الخواص بجانب الامساك من الأكل والشراب كمان يمسك جوارحه من المحرمات. شيخنا ناخذ التليفون ده مستعجل شوية. حسن معنا. حسن مرحب. ألو ألو حسن، طلع برا الخط. نرجع للتفصيل. نرجع. النوع الثاني صوم الخواص اللي هو انه يجيب الركنين بتاع الامساك من المفترات زايد انه يمسك جوارح من المحرمات ويؤدي الفرائض، ده صوم الخواص ثواب عظيم. النوع الثاني الصوام صوم خواص الخواص اللي هو يمسك الركنين ويمسك جوارح من المحرمات والمكروهات ويؤدي الفرائض والمندوبات ويكون قلبه مشغول بمراقبة الله، يحس في حركاته وسكناته بأن الله رقيب عليه. هذه درجة عالية اسمها درجة الإحسان، وهي أعلى مقامة الأصفياء. والإحسان النزول بجانب صايم قلبه ده حاسس بمراقبة ربه في حركاته وسكناته، وإنه ربنا ما بيغفل مراقبته جزء من رمشة العين. اللسان شغال في ذكر الله والقلب شغال في التفكر عجائب في عجائب صنع الله. يبقى دي درجة عالية. عايزول قدير مسامح. نعم إن شاء الله. معنا إلهام من كوستي. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. والله بسأل الشيخ محمد. مرحب. ألو. أيوة معك. تفضلي. قولي قولي سامعين. ألو. هاي سامعين. تفضلي يا إلهام. بسأل، أنا عندي حصائف الكلى ومنعني من الصيام. أي. ويعني ما عارفة أنا أقبل كيف. ولا أعمل شنو ما عارفة. كويس. طيب لا 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 المرض بتاعك ده مؤقت ولا مزمن؟ مؤقت ولا مزمن النوع المنعوك من الصيام؟ السبب منعك من الصيام عذر مزمن ولا حصاوي في الكلى؟ حصاوي. حصاوي دائما. حصاوي في الكلى. طبعا بشرب مويه كثير شديد. ايوه كلام سمع. يبقى نقول لاختنا قالت عندها حصوه في الكلى والدكتور امر منها تشرب مويه كثير عشان تغسل الكلى، يبقى ما تصوم خالص. تا 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 بعدين بعد ما رمضان يفوت شهرين ثلاثة أربعة شهور ربنا شفاها من الحصوة دي والدكتور قال لها خلاص الحمد لله أنت شفيتي تمام تقدري تصومي،
يبقى بعد ذاك تقوم تقضي رمضان الفاد بالأقصار. أما إذا كان الحكاية مستمرة والدكتور قال له لا ما في طريقة ليك طريقة الصيام، أنت عندك مبادئ كلى والصيام حتى ولو في المستقبل بيأثر معاك ما تصومي، يبقى تسمع كلام الدكتور تطعم على رمضان ده ورمضانات الجاي تطعم مرضى، لأن أصبحت من أصحاب العذار المزمنة. نعم أي. يعني نعم. معنا أيضا أخ مكاوي، مرحب. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. بسأل عن أي ألف. مرحبا تفضل. بسأل عن أي، قول معاك سامعينك. السواك المسواك. أسأل يا مكاوي تفضل. بسأل عن المسواك. المسواك. كويس. مسواك في رمضان، السواك ولا المسواك؟ أيوه طبعا المسواك الاسم اللي بيستقبيه. هنا طبعا السواك بعض العلماء قالوا مستحب نهار رمضان كله، بعضهم قالوا يكره بعد الزوال. بعد الزوال. وسبب الكراهة قال إنه يغير رائحة الخلوف اللي هي أطيب عند الله من ريح المسك. وهنا ده السواك طبعا اسم للشيء اللي بنسوق به. نعم. الفرشة تعتبر مسواك. العدبة على أراك، العرق، جريدة نخل، أي حاجة تسوق بها تعتبر مسواك. لكن النصيحة لإخواننا السواك بالمعيون بتاع السنان ده سووه بالليل بعد السحور، لأن المعيون ده فيه نكهة باردة تحيش بنكهة باردة نزلت في الصدر، وزول يخاف من النكهة الباردة نزلت في الصدر، لأن فقهاء المالكية شددوا قالوا زول لو خدت قطرة في عينه، قطرة في نخرته، في أضانه، أسوت الكحل، حسوا بطعم الحاجات دي في الحلق تبطل الصيام. نعم. لكن بلاحظ يا شيخنا كثير من الناس الآن في الأسواق يكون المسواك في خشم طوال طول النهار. أيوة كويس. ده بتاع المعجون ده سووا بالليل. أما بالنهار ممكن تسوق تدعك الفرشة في صابون الحمام سوق بها. السواق بالعود الأراك العرق ما بطل لأنه ما بيطلع فتافيت، لكن الفرع كل ما سوق به يطلع فرافيت وتلقى زول ماشي وخشمه مليان فتافيت بتاعت المسواق، وجنبه لا ماسورة لا إبريق. لا يا أخي أنت دارت تسوق بالعود ده، أقعد جنب الماسورة وجنب الإبريق، السوق ومصمص خشمه وطلع الفتافيت البيجاي بيجاي. نعم. لأنه لو بلعله فتفوتة واحدة من المسواق صيامه بطل. نعم. أي يبقى نعمل حساب. أنا أحمد، أحمد محمد، مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. أي بس رضا المولانا لو سمحت. نعم تفضل. بسأل من مخالطة البنات في الجامعة في رمضان كيف؟ مخالطة البنات؟ أيوة. يعني جامعة مثلا مختلطة بنات وولاد مع طلبة مع بعض، يبقى نصيحة لشبابنا أنتوا صايمين ما تضيعوا صيامكم، ممنوع الونس مع البنات جد في الجامعة. أي خالص أبقى بالدراستك، أي اهتم بعلومكم، أنت البنات أقرن أولاد أقروا، ولما تقعدوا في القاعة ما تقعدوا جنب بعض، تفرقوا من بعض، تقعد بجاي ديل بجاي ويستمعوا للأستاذ اللي بيشرح ليكم، أقبلوا علومكم، وخاصة في رمضان ابتعدوا من الونس مع البنات. الكلام كلام مختصر، مذكرات طبعوها نعم طبعوها، أدينوا نسخة ديك نسخة خلاص، ثاني ما في مفاهمة في حدود معينة. أي. نعم. معنا أيضا فوزية، مرحبا فوزية. ألو. عليكم السلام. عليكم السلام. مرحبا بك. بارز على الشيخ من يعني الرجال اللي بيمد يدهم على نتوانهم الضرب يعني؟ هاي بدي يوضح يعني المجال دي للرجال. ايوه في نهار رمضان بس ولا في كل الاوقات؟ في كل الاوقات يعني. نعم نعم. الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا في احاديث كثيره بالنساء، منها قال عليه افضل الصلاه والسلام استوصوا بالنساء خيرا، وفي حديث ثاني قال خياركم خياركم لنسائه، وفي حديث ثاني قال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. يبقى هنا بنص الحديث ذا الزول البهين زوجته ويهينه ويزلها ويضرب ضرب مبرح موجع مؤلم ويتلفظ لها بألفاظ ما بتليق بكرامة المرأة، يبقى ده معناته الرسول وصف. نحن مدين الكلام نقرأ الحديث، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. وفي حديث ثاني حديث صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أحرج شراح الحديث قالوا معنا اللهم إني أحرج معناته أنا بلحق الحرج والضرر والمعصي والذنب للزول البيهين الاثنين ديل اليتيم والمرأة،
يبقى. ولذلك ننصح الأزواج إن الزوجة دي انت خدت على كتاب الله وسنة رسوله من أهلها وكان عايش مع أهلها معززة مكرمة، انت كمان يا أخي أكرمة ودي أهم وليداتك. أي ولما تضربها قدام الولاد، الولاد في الحالة دي حينحازوا لأمهم، أو إن كده يبقى في الحالة دي لا، يبقى نحن نتعامل مع بعض بحسن خلق باحترام والكمال لله. أنا دايما بقول للزوج لو فتشت الدنيا دي كلها ما بتلقى للزوجة فيها كل الخصال اللي انت دايره. الكمال لله. وأقول للزوجة لو فتشت الدنيا دي كلها عشان تلقي لك زوج فيه كل الأوصاف اللي انت دايره يستحيل الكمال لله. إيدي دي ما واحد بيجاي بيجاي ما. أنظر لزوجتك الجانب السمح، أنظر لزوجك الجانب السمح، أما الجانب ده قبل منه غادي. شكرا جزيلا شيخنا محمد أحمد حسن بالإجابة على فوزية، كانت هي آخر مكالمة عبر هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يجمعنا لقاء جديد متجدد. أشكر كل الزملاء العاملين في هذا البرنامج، غدا وإلى اللقاء.